الأصحاح الثاني والعشرون. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح. فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله. فقالا له: أين تريد أن نهيئه؟ فأجابهما: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه. فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله. وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه. فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر. وقال الرب يسوع: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك. فأجابه سمعان: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت. فقال له يسوع: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات. ثم قال لتلاميذه: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟ قالوا: لا. فقال لهم: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم. فقالوا: يا رب، معنا هنا سيفان. فأجابهم: كفى. ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
صلوا لئلا تقعوا في التجربة. وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا: أنا أضرب بالسيف يا رب. وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع: كفى، لا تزيدوا. ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام. فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت: وهذا الرجل كان مع يسوع. فأنكر قال: أنا لا أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه رجل فقال: وأنت منهم. فأجابه بطرس: كلا يا رجل. ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل. فأجابه بطرس: يا رجل، لا أفهم ما تقول. وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات. فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه: من ضربك؟ تنبأ. وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له: إن كنت المسيح فقل لنا. فأجابهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير. فقالوا كلهم: أأنت ابن الله؟ فأجابهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.